السلام عليكم، مرحبا بكم مع موقع لالا بلوس. غادي نقدموا لكم ان شاء الله اليوم كؤوس فرديه ديسير. غادي يكون عباره على ياغورت ديال الشوكولا، وعندنا بوعويد اجاس، عندنا اللي معلب، وعندنا بسكوي. بالنسبه للفواكه الجافه انا اختاريت القرقاع، يمكن لكم ديروا اي فواكه جافه متوفره عندكم. بالنسبه للطريقه سهله، بما ان جميع المكونات عندنا راه موجوده، غادي ناخذ الكؤوس ديالنا فرديه، غادي نوضعوا اولا الياغورت ديال الشوكولا، من بعد كنديروا الاجاز ديالنا اللي كيكون مقطع طريفات صغار، من بعد كنضيفوا البسكويت هو كنهرمشوه طريفات، وكنزيدوا القرقاع وكنحتفظوا بهم بالثلاجه حتى لحين التقديم وبالصحه والراحه.